السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناتي باب الأمل يوتيوب. اليوم الحلقة رقم 5 من سلسلة النجاح أو الطريق إلى النجاح، أو هذه السلسلة التي يبحث عنها كل شخص حاب ينجح وحاب يحقق أهدافه جميعا. عنوان الحلقة تاع اليوم اللي هو قوتك الثلاثية. كل شخص منا لازم تكون عنده القوة الثلاثية، لازم يمتلك قوة ثلاثية به يقدر يكمل بها ويوصل الهدف تاعو. ما هي القوة الثلاثية وكيف نستعملها في طريق المسار تاع الدرب تاعنا، ولا وحنا رايحين للهدف المبتغى؟ ولكن دائما وابدا نذكر كم تحطوا جمله في الدوس كومونتي اللي فيها، تبارطاجيوها كم اصدقائكم وزملائكم، يعني تضغطوا على شير او بارطاجي باه تعم الفائده عليكم جميعا، واي شخص ممكن حاب يتعلم معلومات او حاب يعرف كيف يصير باه يوصل الهدف تاعو ولا باه ينجح في حياته بشكل عام، لازم يعني انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو باه تفيدوه. وكما قلت لكم الدال على فعل الخير مثل فاعله، الدال على الخير مثل فاعله. لذلك ديروا شير فضلا وليس امرا، وما تنساوش اوسي انكم تابوني لي في لاشين بالضغط على سبسكرايب الاحمر وفعلوا زر الجرس كي يصلكم اي جديد انزل لكم ان شاء الله فتره على فتره، ومتنشط معكم دائما وابدا ان شاء الله يا ربي. الفيديو تاع اليوم هي قوتك الثلاثيه. القوة الثلاثية هي تتكون من ثلاث كلمات اللي هما الالتزام، الانضباط، الإصرار. نعاود، الالتزام، الانضباط، الإصرار. نشرح لكم كل واحدة على فرض حدة بس تفهموهم عليا مليح. أول حاجة الالتزام، الالتزام أنك تكون ملتزم، حاب تنجح لازم تكون ملتزم وعارف أنت وش حاب، عارف انت وين حاب توصل ولماذا تريد الوصول اليه، وفهم روحك وفهم الهدف تاعك، ما هو هدفك وما هو مبتغاك وانت ماشي على هذا الطريق. يعني ما لازمش تكون حاير، لازم تكون عارف، هذا التزام. ثانيا الانضباط، الانضباط هو انك وانت قاعد تسعى وتكتيفي على روحك لازم تكون منضبط بوقت بروغرام تمشي عليه، تنظيم اليوم كذا وكذا افعل كذا وكذا، يوم الاحد كذا وكذا، يوم الاثنين كذا وكذا، يوم الثلاثاء كذا وكذا، الوقت الصباح واش عندك واش دير، المساء هاي واش دير، قداش تنعس تنوض، تكون عارف كل يوم الحاجه اللي ديها وتكون منضبط فيها. يعني مثلا انا غدوه نقرأ مادة كذا وكذا، لازم نكون منضبط عند وقتي وفعلا نحاول نقرأ ونتبع البروغرام اللي حطيته لتنظيم الوقت اللي حطيته، نتبع التنظيم، نتبع الوقت اللي حطيته، نكون منضبط في يومي، منضبط في أفكاري. نفس الشيء مثلا عندك يوم الجمعة مثلا هو يوم الراحة، نقرأ فيه كتاب، كتاب تاني يحكي على تنظيم الوقت، إدارة الوقت، ولا يحكي على الثقة بالنفس، ولا يحكي على التجارة والأعمال إيتو. يوم الجمعة فعلا مثلا عندي ساعة في اليوم ولا نصف ساعة نقرأ فيها سورة قرآنية كل يوم، القرآن كما قلت لكم نهجروهش، نكون منضبط، هذا هو الانضباط. انا مثلا حاب نفتح مشروع معين، سيبون درت الالتزام على بلي انا وين حاب نروح وفاهم روحي انا واش قاعد ندير في الطريق تاعي، نروحوا للانضباط يوم كذا وكذا نبدا نقرا على المشروع، ننضبط في السعي تاعي انه لازم نخدم على روحي، ننضبط في الساعات ما نتكاسلش، نكون قد كلمتي كي نقول اليوم بلي راح ندير هذيك الحاجه، يعني نسعى شويه في المشروع تاعي، يعني نخدم شويه فيه، نكون فعلا عند كلمتي ونخدم فيه. وهذه هي رايحة انضباط. ديما انا يعني كنت قبل قريت مقولات عديدة وسمعت عدة فيديوهات من يعني دكاترة كبار وهكا، قلت بلي الصلاة تعلمنا بزاف الانضباط في حياتنا. الصلاة هي اصلا انضباط والتزام،
انت عندك في الصبح تقابل ربي على الساعه 6 صباحا والساعه 5 صباحا على قد شوي يكون قد يعني الوقت اللي يدن هو فيه الصباح. مثلا عندك في الدور يدن على الساعه 12 زوالا والساعه 1 زوالا نفس الشيء تقابل ربي فيها. عندك العصر تقابل ربي في المغرب تقابل ربي في العشاء وهي رايحه. فالصلاة هي انضباط وتعلمك الانضباط انك عندك وقت منضبط عليه تقابل ربي فيه اللي هي الصلاة وتعبد ربي فيه وتدعي ربي فيه. فالصلاة تعلمنا بزاف الانضباط. فالمسلم بطبيعته الملتزم والمنضبط في صلاته اوبليجي عليه ويعني تحت اي ظرف يكون منضبط في حياته لانه الصلاة تعلمنا الانضباط. فديما انا نقول قبل بداية اي شيء في حياتك ديما تكون علاقتك مع ربك وطيدة وقوية. بعد انطلق في الدنيا واشتغل فيها. بصح في الاول صلح العلاقة مع الاصل مع اللي مد الارزاق مع اللي بيده الدنيا كاملة. كش انت مش داكور مع ربي سبحانه وبعيد على ربي سبحانه مستحيل الدنيا راح تكون معك داكور. بس انت كش مع ربي مليح الدنيا راح تكون كاملة مليحة معك حتى الناس راح يكونوا مليحة معك. فبعد ما انضبطتي والتزمتي وانضبطتي ننتقل لمرحلة هي الإصرار. وهذه من أعمق المراحل ومن أقوى المراحل هي الإصرار. الإصرار هو أنك بعد أنت ما تحدد الهدف تاعك وبعد ما تسعى وتجتهد وتنضبط وتحط بروغرام في حياتك تمشي عليه وتكون إنسان منظم ومع ربي مليح. قد ربي يبتليك أنك تخسر في مشروعك أو ترصب في معدلك او مثلا كامل الحوايج درتيها تروح تريب كما نقولوها. هذه ابتلاءات. ربي في سبحانه يقول نبلونكم شيء من الفقر وجوع ونقص من الاموال وموت الانفس والثمار نقص في الثمرات الخيارات. فهذه الدكات في القران الابتلاء كاين. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا اني لله وانا اليه راجعون. فمن في طريق الهدف تاعك الا ما راح تقع الا ما راح تخفق الا ما راح تخسر وترصب الا ما راح تراجع لوراء. ما كاين انسان اليوم ما نجحش الا وقد كان فشل من قبل. ديما نهضرها لكم ونرجع نذكركم بها دائما وابدا. ولكن كاين شخص يبقى مصر فعلا مصر شخص يفشل. والاصرار ربي يهدر في قرآن على الاصرار والنبي وصانا بالاصرار في الاعمال تاعنا. لا بغى تخفق لا بغى تفشل ابقى مصر ابقى عندك عزيمة وإرادة قوية. تحت أي ظرف أنا مصر أني نوصل. أنت كتحب حاجة معينة سواء كانت مهنة أو مشروع معين أو مركز معين حاب توصل له وقعد تسعى به توصل له. بصح يكون أنت الهدف تاعك عن حب تحب هذاك الشيء قاعد تدير فيه في نفس الوقت باه تفيد المجتمع تاعك مش بس انا البرستيج وهكا. لا تكون انت حاب صح توصلوا عن حب وعن قناعه وبغيت تفيد المجتمع تاعك ورضا الله. لانه العلم عباده في النهايه والعمل عباده وربي اوصانا بالعمل والعلم. فانت كي ما توصلوش لو كان صح الشيء اللي تحب هذاك الشيء مستحيل راح تتراجع. بصح اللي نشوفوا للاسف الشديد بزاف ناس يتراجعوا ويفشلوا يخفقوا خلاص يستسلموا خلاص الامر الواقع وخلاص يتراجعوا نهائيا وممكن يتوقفوا عن العمل. بصح كاينين الناس يبقاو مصرين هذو الناس المميزين يبقاو مصرين يبقاو ياكتيفيو لاخر لحظه حتى وان ضاقت بهم الدنيا حتى وان كامل الامور كما نقولوها ما قعدش تزبط معاهم فشلوا تراجعوا عادي جدا يغير المسار يغير الخطة يعاود يشوف ما كان غلط ويصحح الأخطاء تاع الماضي ويعاود يرجع من جديد يخدم من جديد يتعب من جديد يتحدى من جديد يعني مصر انه يوصل في الحاجة اللي انت حابها وتشيها صح تبقى مصر انك توصل لها. كي انت حاب هذيك الحاجة وناوي بها فعل الخير وناوي انك تفيد بها المجتمع وناوي لوجه الله عز وجل غدوة عند ربي تلقاها قدامك تقابل بها ربي عز وجل يا ربي شوفني واش درت بويا مرضاك وتحبها صح ومتمني انك تشوف نفسك فيها من اليوم للايام تبقى مصر
ولو ضاقت الدنيا ولو كل الدنيا سقفت الابواب في وجهك تبقى مصر انك توصل لها. كل منا عنده هدف وكل واحد منا حاب يكون في يوم من الايام يشوف روحه ناجح ويشوف روحه انسان عظيم ويشوف روحه انسان متميز في هذاك المجال اللي هو يحبه وعنده شغف فيه. فلهذا إن فشلت في هذا المجال أو أخفقت ابقى مصر، صدقني ربي راح يشوف تعبك، وابقى صابر وكن على يقين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. الالتزام، الانضباط، الإصرار هما قوتك الثلاثية. خليك صاحب قوة ثلاثية وأنت ماشي في مسار دربك كي تصل إلى أي هدف أنت كنت متمنيه. وبارتاجي هذا الفيديو كامل لصحابك باش يستفادوا ايضا معنا، ونتمنى تكونوا استفدتي طلابي واحبائي ونحبهم بزاف انا على قلبي، ونتمنى نشوفكم ديما ناجحين ومتفوقين. وبون كوراج للجميع، ربي يخليكم يا ربي، ونقولكم شوفوني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، ودمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.